يعني السيد الرئيس جايب سادة جامعيين باش يقولوا حل للمشاكل الاقتصادية نتاع تونس. علاش تو؟ من 2019 هو الرئيس، معناها عنده 20 و21 و22 لقشة من 19 ولقشة من 3، معناها عنده 3 سنين ونص أكثر، عنده أكثر من 3 سنين ونص وعنده أكثر من عامين يحكم وحده. يا علاش توا عيطت له؟ وسامحني، هذوما عندهم يعني هو عندهم هما الوصفة السحرية، يقروا في الجامعة هي على راس كيما واحد يعني فما كالمدربين يعني عندك فوزي بن زرت معناها مدرب يعرف الميدان يعرف الكورة يعرف التراب يعرف الحصحاص، وفما كله بالورقة وستيل ومعناها وإحصائيات، معناها مش بالضرورة الأستاذ في العلوم السياسية مش بالضرورة يكون سياسي به، الأستاذ في الاقتصاد مش بالضرورة يكون يعني مستثمر ناجح. هي عندك فما مستثمرين موجودين في البلاد، ما تسمحهمش ما تعيط لهمش، هذوكم مش مبادرة خاصة. يقولوا ناس قبل الجواب تقراه من عنوان، وانا اللي قريته الحقيقة من الاستقبال هذا ما بشرش بخير، معناها حتى ما هو مش يتغير، معناها مازلنا مش نشوفوا ايام صعبة في الفترة الجاية اللي اذا كان فرجها ربي وكاو طريقه.